مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. حلقة جديدة من مفتاح الحياة. حلقتنا النهاردة مميزة جدا ومختلفة جدا، ويمكن انتوا خدتوا بالكم. بنخرج فيها من حالة التوتر والضغط اللي احنا عشناها على مدار الأيام الكتير شوية اللي فاتت، بس احنا دايما بنقول ما ضاقت إلا ما فرجت، وبننهي بيها أسبوعنا واحنا بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين وانتم قريبين وانتم دايما فرحانين. كل سنة وكل المصريين بألف خير وحب وسلام. بكرة إن شاء الله وقفة عيد الأضحى المبارك، ربنا يعيده علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها بألف خير، آمين يا رب العالمين. أيام بتفكرنا بزمان، وأيام زمان وناس زمان لما كنا لسه أطفال. يمكن لو غمضنا عينينا شوية نحاول نفتكر أيام الفرحة الجميلة، الفرحة البسيطة اللي على أقل سبب إحنا كنا بنتلكك عشان نفرح. الفرحة كانت طالعة من القلب، عايزين نرجع نفرح تاني زي زمان، عايزين نرجع نتلم مع بعض تاني، إيد واحدة قلب على قلب، الضحكة مالية الوش. زمان كنا شعب ابن نكتة زي ما بيقولوا، شعب يعشق الضحك زي عينيه. ما تعرفش إيه اللي اتغير فينا وبقى الهم والغم ركبنا، والسمة بتاعتنا ماشي في الشارع. بص في وشوش الناس اللي ما بتكدبش أبداً، هتلاقي إن الضحكة اختفت وحلت محلها تكشيرة مش حلوة. ما تفكوا التكشيرة بقى، هتعرفوا ترجعوا زي زمان ولا نقول للزمان ارجع يا زمان؟ مش مستحيل على فكرة، سنين فاتت علينا أنا عارفة صعبة، بس لازم نتعلم إزاي نبتسم. زمان وأنا صغيرة كانت جدتي الله يرحمها أما بكشر أو أزعل أو أغضب، صغيرة كانت تقول لي هتعقدي على كده. لما سألتها يعني إيه هتتعقد على كده، قالت لي يعني هتفضلي عاملة كده على طول، مش هتعرفي تفرحي تاني. وكان في ناس كده نكدية، وحتى لو حصل لها حاجة حلوة في حياتها ما بتعرفش تفرح برضو، يقولك ما بيضحكش للرغيف السخن زي ما بيقولوا. في ناس كده غاوية نكد، ما تفكوها، اضحك للدنيا تضحك لك، حبها هتحبك وحب نفسك. أنا عارفة إن إحنا الفترة اللي فاتت عشنا بين أحداث يمكن سياسية، مشاكل اقتصادية، صراعات بأشكال كتير مختلفة، وعنف وإرهاب وقتل ودم، أيام صعبة وربنا يا رب ما يعيدها. بس خلاص بقى الحمد لله بلدنا واقفة على رجليها عشان فيها رجالة بهية الحلوة الجميلة المحروسة، مرت بكل ده وعدت على خط النار وهي لسه زي ما هي، ما تكسرتش ولا عمرها هتتكسر إن شاء الله. بهية الحلوة الجميلة نفسها تفرح، عايزة ترجع تفرح تاني بجد. ما تيجوا نفرح ونفرحها معانا عشان هي تستاهل تفرح. تعالوا نودع السنين اللي فاتت وإحنا في الأيام المفترجة الحلوة دي، ونبدأ مرحلة جديدة، عهد جديد، صفحة جديدة. خلوا بالكم التغيير بيجي من جوه البر، انت بتتغير فبتقرر تغير كل اللي حواليك. استناش في البيت نستني التغيير يجي يخبط على باب بيتكم ويقولك أنا جيت، روح له إمتى؟ التغيير بيبدأ من عند كل واحد فينا لو أخذ القرار وكان صادق فيه. وممكن عيد الأضحى ده يبقى بداية حقيقية للتغيير. وزي ما أيام السنة للأسف إن هي بتفرقنا وبتبعدنا عن بعض بسبب مشاكل مشاغل، سموها زي ما تسموها، بس ده اللي بيحصل. فرصة حلوة عندنا في العيد نرجع تاني نزور بعض ونحب بعض ونصالح بعض ونفهم بعض ونتجمع تاني من جديد مع بعض، نعمل خير. اعملوا خير على قد ما ربنا يقدركم، لمين مش مهم، اعمل خير وخلاص، المهم تعمل خير لأي محتاج، أي بسيط، أي فقير، أي صاحب حق. وما ننساش الأقربون أولى بالمعروف، ولو ما معكش تعمل خير ابتسم، عشان كل ابتسامة في وش اللي قدامك صدقة. اعمل خير للبلد، بلدنا اللي احنا عايزينها احلى بلد في الدنيا، عشان هي على فكرة احلى بلد في الدنيا، حلوة بينا ولينا. تعالوا في اجازة العيد نجدد نوايانا، يعني نقول احنا بعد العيد هنشتغل احسن، هنحب بعض، هنراعي ضميرنا اكتر، هناخد بالنا من كل كبيرة وصغيرة بنعملها. صدقوني هو ده التغيير الحقيقي، ولو كل واحد بدأ بنفسه البلد دي اكيد هتكون احسن، وهنشوف على وشها ووشوشنا كلنا الفرحة، الفرحة اللي بجد اللي احنا بقينا بنحلم بيها.
وعلشان العيد فرحة. فمن مفتاح الحياة بنقول لكم تاني كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وإحنا مع بعض دايما، كل سنة وإحنا كلنا إيد واحدة. ما نيجي بقى نتكلم عن العيد، أقول بقى كلام إيه اللي يعني اللي هي اللقطة أو اللفتة اللي عندنا النهاردة. وقبل ما نبدأ سهرتنا مع الكلمة الجميلة والصوت العذب وموسيقى الروح والنفس، هنعرف مع بعض الأول أخبار أهلنا وحبايبنا في بعثة الحج في الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية. معانا على الهاتف موفد برنامج مفتاح الحياة وعضو اللجنة الإعلامية لبعثة الحج المصرية وليد عبد الرحمن. وليد مساء الخير. مساء الخير يا ماما، أهلا بك، وكل سنة وانتم طيبين وكل المصريين بخير. وانت طيب وبألف خير، وكل المصريين وكل الأمة العربية والإسلامية بخير يا رب دايما. طمنا على أحوال البعثة المصرية. البعثة المصرية بخير الحمد لله، ما فيش وفيات جديدة حصلت من آخر مرة احنا كنا فيها، هم 15 وفاة لحد دلوقتي جميعهم وفيات طبيعية الحمد لله. الحالة الصحية للحجاج كلها كويسة جدا، البعثات الثلاثة الداخلية والتضامن والسياحة الحجاج كلهم كويسين الحمد لله، توجهوا بالفعل الحمد لله النهاردة إلى النهاردة يوم التروية، توجهوا إلى ميناء وهيباتوا في عرفات، يعني هيتوجهوا لعرفات بعد كده على بعد صلاة الفجر إن شاء الله بإذن الله، يكون كل المصريين كل الحجاج في عرفات بإذن الله لقضاء النسك الرئيسي في الحج إن شاء الله اللي هو الوقوف بعرفة بإذن الله. ربنا يتقبل إن شاء الله. طب في اي مشاكل يا وليد واجهت البعثة المصرية؟ نقول اهم حاجة كويسة، حاجة لا مفيش مشاكل الحمد لله، بس حاجة كويسة جدا حصلت النهاردة بعد صلاة العشاء، الدنيا امطرت امطار غزيرة، لطفت الاجواء الجو وحالة الطقس وخفضت درجة الحرارة بنسبة كبيرة جدا. السعوديين بيعتبروا ده نذير خير وده فيض او خير من الرحمن واشارة كويسة جدا ان ده المطر في كل الأوقات خير طبعا الحمد لله، ولطفت الأجواء لأن حالة الطقس مرتفعة جدا، درجة الحرارة مرتفعة جدا، وكانت في التقديرات أو التوقعات كلها بتشير أنها قد تصل إلى 50 درجة مئوية في عرفات غدا. أعتقد أن الأمطار قد تخفف بنسبة كبيرة من رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا 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 قد تخفف كثيرا من درجة الحرارة المرتفعة الحمد لله. المشاكل ما فيش مشاكل طبعا الحمد لله لحد دلوقتي بصفة عامة بين الحجاج كلهم وبين الحجاج المصريين بصفة خاصة، مفيش أي مشاكل. كان في يعني بتعتبر مشكلة شوية بالنسبة لبعض الحجاج اللي هي مغادرة أثناء المغادرة، وده انفراد لبرنامج مفتاح الحياة. كان في مشكلة في مغادرة الحجاج لمكة بعد صلاة بعد العيد اللي هو يوم 13 ذو الحجة. كان في حصل تغيير طبعا في رؤية الهلال، فكانوا المفروض يغادروا يوم 14 حسب الرؤية الجديدة، ولكن طبعا حجوزات الحجاج وشركات السياحة كانت على يوم 13، فدي كانت عاملة أزمة شوية أو مشكلة نقول. حصلوا وصلت موافقة منذ دقائق قليلة لشركات السياحة بأن هم يغادروا الحجاج عادي يوم 13 وما فيش مشكلة خالص، اللي هيروح المدينة أو اللي هيسافر يغادر إلى القاهرة أو عائدا إلى بلادي. طيب يرجعوا بألف سلامة إن شاء الله وربنا يتقبل، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة والمصريين والأمة الإسلامية والعربية والإنسانية كلها بألف خير. وأشكرك شكرا جزيلا وليد عبد الرحمن موفد برنامج مفتاح الحياة وعضو البعثة الإعلامية والبعثة الرسمية للأراضي المقدسة، ترجع بالسلامة إن شاء الله. إحنا كده اتطمنا على أحوال المصريين في السعودية، لكن لما نيجي نتكلم بقى عن العيد، كلمتين اللي ممكن يزعلوا ناس كتير بس هقوله. في العيد عندنا صور جميلة وعندنا صور للأسف بتسيء لنا كلنا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ برضو جدتي الله يرحمها وأنا صغيرة كانت بتقولي يا بخت من بكاني وبكي عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا، وعشان إحنا مش عايزين حد يضحك علينا ولا يستهزأ بينا، لأن إحنا كبار قوي وأكبر بكتير من إن حد حتى يبص لنا بطرف عينه. لا، لازم نتكلم ولازم نقول إنه إحنا عندنا في العيد ملمح مهم من ملامح التكافل ما بين الناس، بنذبح الذبايح ونوزع الفقراء والمحتاجين والأقارب، بنصل الرحم وبندخل الفرحة على أولادنا وأهل بيتنا. لكن في نفس الوقت في ظاهرة سيئة الحقيقة بتسيء فعلا لينا والبلدنا مصر اللي هي تستاهل مننا كل خير، ما تستاهلش مننا وما شافتش مننا ولا إحنا شفنا منها حاجة وحشة.
ظاهرة للأسف أصبحت من ملامح العيد عندنا. أظن أنتوا عرفتوها، التحرش. تخيلوا أن مصر بتنافس أفغانستان على أعلى نسب للتحرش في العالم. هو ده ينفع؟ طب نفسه في حاجة عدلة؟ هو ده يصح مننا؟ يعني إحنا لا قيمنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا يسمحوا لنا بأن إحنا التحرش يبقى مظهر من مظاهر العيد. لا ديننا سواء كنا مسلمين أو مسيحيين ولا أفرق، ولا أخلاقنا يسمحوا لنا بالتساهل مع الظاهرة القميئة دي. عايزين نرجع تاني نمشي في شوارعنا باحترام بأدب، كل بنت وكل ولد كل ست وكل راجل ماشيين في الشارع في أمان وسلام. عايزين بقى نتخلص تماما من الظاهرة الغبية اللي أنا بشوفها ظاهرة غبية فعلا. عموما الداخلية اتكلمنا معاهم ومصادرنا هناك أكدوا لنا أن هي هتدفع بعدد كبير من أفراد الشرطة النسائية وضباط وضابطات مكافحة العنف ضد المرأة للشوارع العامة والشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة، وكمان محيط دور السينما لمنع التحرش في العيد وضبط أي متحرش والقبض عليه فورا وإحالته للنيابة المختصة. تاني أنا بنبه في تنسيق بين قسم مكافحة العنف ضد المرأة ومباحث الأداب لتنظيم دوريات متحركة تطوف الشوارع خلال أيام العيد لملاحقة المتحرشين، وهيتم زيادة أعداد الشرطة النسائية في محطات المترو الأنفاق، خاصة في المحطات يمكن اللي فيها ازدحام أكتر زي محطة الشهداء والسادات وداخل الأوتوبيسات ومحطات القطارات، وهيتم إقامة غرفة عمليات مستمرة بكل مديرية أمن عشان تتلقى أي شكاوى من المواطنات وسرعة فحصها وملاحقة المتهمين. داخلية بتطالب الفتيات والسيدات بسرعة الإبلاغ عن وقائع التحرش فور حدوثها لضبط مرتكبيها. يعني أي بنت أو ست ماشية في الشارع تبلغ فورا لو حد تلفظ حتى بلفظ خدش حقيقة، دائما ما نولتوش يعني على وشه. وعايز أفكر المتحرشين، احترم نفسك منك له. القانون الجديد بينص على معاقبة مرتكب جريمة التحرش سواء كان باللفظ لو قلت كلمة غلط، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق التليفون أو النت. بيعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، ده بالإضافة لغرامة ممكن توصل ل50,000 جنيه. ده طبعا غير أن المتحرش نفسه هيعيش بقية حياته بتلاحقه فضيحة كونه متحرش، هيبقى حامل للقب. فاحترم نفسك، احترم نفسك، لأن أنت أضعف الإيمان هتاخد كفة على وشك، وساعتها تبقى بنت جدعة أو ست جدعة، تمام؟ غير أنك هتجيب الفضيحة لأهلك ولعيلتك. ويا سلام بقى لو كاميرا لقطتك كده او كده وبقت بقى قدام الناس كلها، وساعتها تبقى تستاهل على فكرة. كل واحد كده ايه بعقله بيوزه، احترم نفسك عشان كرامتك ما تتبعترش، تمام؟ انا قلت عملت اللي عليا، لان صدقوني اللي هيتمسكوا انا هطلعهم في البرنامج هنا عشان يبقوا عبرة للناس كلها، تمام؟ خلاص بقى نهدى شوية، احنا عايزين نروح لفاصل. بعد الفاصل هعيش أنا وحضراتكم في ملكوت تاني، جو تاني مع المولوية ودرويشها، الفن العذب والصوت الراقي والفكر العالي والروحانيات التي سوف تملأ المكان بعد دقائق قليلة. قلبي ومزمري تملكت معاقي. إذا ذكرت المولوية المصرية ذكر عامر التوني التي تأسست على يده، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم، ما يؤكد هويتها الثقافية. حاول التوني أن يضرب بيده في الأعماق عبر التاريخ لاستخراج تراث المولوية في مصر، فلجأ إلى الحقبة التي كانت تحيا فيها المولوية في مصر منذ
منذ دخول الفتح العثماني حتى ثورة 1952، متتبعا الآثار الموسيقية من الموشحات والابتهالات والمديح الموروثة عن أكبر المشايخ، واستعراض كل الأشكال الاحتفالية للطرق الصوفية في مصر أمثال الطريقة الشاذلية والرفاعية والبيومية وغيرهم من الطرق التي تستخدم القوالب الموسيقية الدينية المختلفة. ولم يكتفي بذلك كله، بل راح إلى ما هو أعمق من ذلك، تتبع سير الصالحين والأنبياء والرسل منذ بدء الخليقة، وجاب في الفلسفات وأشكال التصوف الأولى في الأديان الأخرى. وبعد هذا كله استطاع التوني أن يصدر البيان الفكري للمولوية المصرية، ليكون أول مانيفستو للمولوية في العالم يفسر فيها تصوره للتصوف، ومن ثم الرموز والحركات والإيقاعات. إسراء سعد، مفتاح الحياة. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. مالي وللناس كم يلحونني سفها، ديني لنفسي ودين الناس للناس. الصوفي الكبير الحسين بن منصور الحلاج قال أبيات الشعر وقتها كان بيعبر بيها عن حبه، حبه للخالق عز وجل، حالة حب جميلة مسيطرة، مش عاوز حد يكون موجود فيها، مش عاوز حد من البشر يدخل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يدخل بينه وبين قلبه، يفسد الحالة الروحانية العالية دي. احنا هنحاول في سهرتنا النهاردة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اننا نرتقي مع بعض علشان نوصل لنفس الحالة اللي اتكلم عنها الحلاج من مئات السنين، نفس المقام. والمقام مفهوم صوفي متعدد المستويات، في مقام الفقد، مقام الوجد، مقام الفناء، مقام البقاء، مقام المكاشفة، واخيرا مقام العشق الاكبر. نحاول مع بعض ان احنا نرتقي لأعلى مقامات العشق مع مولانا زي ما بيسميه جمهوره وأحبابه، مولانا عامر التوني، مؤسس فرقة المولوية المصرية ومنشدها. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بخير. كل سنة وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى المصريين، واسمحوا لي أن أنا كمان أرحب بالفرقة الموجودة معنا. كل سنة وانتوا طيبين، يا رب عيد سعيد عليكم إن شاء الله وعلى مصر كلها. كل سنة وانتوا طيبين. طيب احنا عايزين نبدأ قبل ما تشجينا بالحالة الروحانية الرائعة، عايزين نعرف ونقول لجمهورنا لمن لا يعلم يعني ايه مولوية وتاريخها واصلها. المولوية كمصطلح مأخوذ من لفظ مولانا، فسمي المولوية اللي هم اتباع مولانا جلال الدين الرومي بالمولوية او الجلالية. والمولوية طريقة صوفية من زيها زي كتير من الطرق الصوفية، ولأنه الأفكار الإنسانية ملهاش حدود فبتعبر شرقا وغربا، دخلت لنا المولوية في الفتح العثماني واستمرت فترات طويلة. المولوية في الفكرة، في فكرتها بتقوم على فكرة الدوران والفتل حوالين الجسد، والدوران حوالين الجسد من أجل إذابة الجسد. لكن هي الفكرة أقدم بكتير من الفكر الإسلامي، لأنها موجودة على المعابد الفرعونية وموجودة عند الفراعنة كنوع من أنواع الرقص الديني. والدوران حوالين الجسد عكس عقارب الساعة، لأنه في الحقيقة إحنا كشعب مصري وكأمة مصرية وكحضارة مصرية، المصريين القدماء عرفوا أشكال وكتبوا في كتير من أشكال التأمل. حتى إن فكرة اليوجا القديمة
اللي معروفة في العالم كلها أول من قال بها هو تحوت، لأن تحوت في المتون بتاعته والمعروفة بمتون هيرمس قال: تعطلت حواسي أثناء تهدك صوفي، لا نصبا ولا تزمن بل انتباها وخلوصا واعيا أطير مع أفكاري متحررا من جسدي. وفي المتن 15 قال أن الموسيقى بها تناغمات إلهية لابد من استخدامها في التسابيح. وفي المتن 31 قال بفكرة الفتل والدوران حول الجسد، لكن هو اللي بيدور بيتماثل مع حالة عبادة الكواكب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الكواكب أن تطيعه طاعة جبرية مرة واحدة فأمرها بالدوران، فبتدور في مجرة بتطوف حوالين مركزها نور، مركزها الشمس. وإحنا مأمورين، إن الإنسان مأمور إنه يطيع الله بشتى أشكال الطاعات. طب إحنا بنطيع إزاي زي الكواكب؟ الله سبحانه وتعالى عمل لنا مركز لليابس، مركز للكرة الأرضية وهي الكعبة، وأمرنا بالطواف عكس عقارب الساعة نتشبه بحالة عبادة الكواكب. فاللفيف أو الراقص أو الدرويش أو أيا كان المسمى على حسب أنت بتسميها إيه؟ أنا بسميه درويش. وقد يبقى عند حد تاني مفهومه راقص، راقص هو بيرقص، يعني حتى مفهوم الرقص في الإسلام. جملة قالت: من لا يرقص لا يعرف الله. هو طبعا جلال الدين الرومي قال: من يعرف الرقص يحيا في الله. والرقص اللي هو الدوران وإذابة الجسد، لأنه هو في حالة تأملية، الميديتيشن اللي بيعمله وحالة التأمل وحالة الحركة الزايدة بتاعت الجسد، مش مقصود بيها حركة زايدة، ده مقصود بيها سكون. لأنه هو عايز يذيب الجسد علشان تتاح للروح أنها تخرج من الجسد فتسكن إلى البارئ. يعني حتى علماء العلماء الباراسيكولوجي والميتاسيكولوجي قالوا أن الروح تذهب أينما تفكر. طب إحنا لو قعدنا نفكر في النور وخلينا التفكير بتاعنا بدل ما تفكير شكل أفقي في الأرض، إن إحنا نفكر في محبوبة أرضية أو نفكر في أي شيء أرضي، تعالوا نفكر في المحبوب السماوي الله، فالروح نفسها هتدخل داخل السماوات فتنغمس في النور. طب بعد فترة الحب دي أو بعد المساحة المحب اللي بيقعد يعملها، الروح لما بترجع للجسد بتبقى انغمست في النور. ففيزيائيا بتغير طبيعة الجسد. حتى انه الذكر والطاعة يفضل انه يكون مقرون بالصبر، لانه الصبر بيغير حالة الاشياء من حالة لحالة، لانه المية بفضل صبرها على النار بتتحول من حالتها السائلة لحالة غازية. طيب الذاكر نفسه بما انه هو كتلة من الماء، يعني الانسان من مكوناته المية فيها عدد كبير، يعني حجم المية كبيرة، حجم المية كبير في الجسد. طب حجم المية اللي في الجسد دي بيتغير طبيعته مع حالة التأمل وحالة الذكر، لانه في الحقيقة الذاكر ما بيفكرش في محيطه، هو بيفكر فوق في السماء. يعني حتى انه بعد حالة التفكير الذاكر بيبقى حالته مختلفة، مش هم، لانه هو المفروض في الذاكر انه بيطرد الاغيار من القلب علشان يحل النور. صحيح. لان الله سبحانه وتعالى قال: ما وسعتني ارضي ولا سمائي بل وسعني قلب عبدي المؤمن. طب احنا نوسع قلبنا ونطرد كل الاشياء الدنيوية من القلوب علشان يحل فيها نور الله، لأنه في الحقيقة لما بيحل نور الله في القلب بينعكس على الناس. يعني حتى لو نقول للمتصوف أو المتصوف هو في حالة محبة وفي حالة قرب، إن النور بنشوفه في وجهه بيبقى باين، حتى في وجهه من حالات الاتصال بالله سبحانه وتعالى. الفكرة قديمة، يعني تحوت يقال انه سيدنا ادريس انه هو اخ نوح. طب حتى هو لو سيدنا ادريس او مش سيدنا ادريس، تعالوا نشوف المفكر الفرعوني كتب ايه، المتون اللي تركها لنا. المتون عبارة عن حالات من حالات التأمل، والرقص حوالين الجسد، والفتل هو شكل رمزي. حتى انه الراقص
واحنا لما بنقول الراقص او الدرويش ما بنلاقيش حرج ان احنا نقول الراقص، لاني في احتفالات الاعياد ثابت من خلال احاديث سيدنا النبي انه دخل سيدنا النبي صحن المسجد فوجد الاحباش اللي داخلين الاسلام جديد بيرقصوا في صحن المسجد ولم ينهيهم، فرحه بهجه. طيب احنا بالنسبه لنا العيد كل يوم، احنا مش عيدنا اضحى وفطر، واحنا العيد كل يوم، لان ربنا يعني سيدنا النبي قال من افضل الدعاء لما نقول الحمد لله على نعمه الاسلام وكفانا بها نعمه. طب احنا فرحانين بده، احنا مبتهجين بده، فكون الاحتفاليه اللي بتتعمل في استوديو في مسرح في شارع في اي مكان هي حاله من حاله من حالات البهجه والفرح. صحيح. احنا نفسنا بنبقى فرحانين. طب ما تيجي نفرح الناس معانا. حاضر يلا بينا. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاس، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواس، وإذا هممت بشرب الماء من عطش رأيتك يا منك في الكاس، وإذا قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الرأس، ويا فتى الحي إن غنيت لي سفا فغنني وسفا من قلبك القاس، ما لي وللناس ما لي وللناس ما لي وللناس كم يلحونني سفا، ديني لنفسي ودين الناس للناس.
بلدي أقسم فؤادي أقسم فؤادي أقسم فؤادي أقسم فؤادي وهو بعاد فما الذي يضركم أن تتبعوا بجملتي فلا عاد لي ذاك النعيم ولا أرى 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 إلا أعيش إلا أعيش بشقوتي وكنت أرى أن التعشق من حاتم 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 فما إن كان لمحنتي نعم بالصبر قلبي صبى لأحبتي فيا حبذا ذاك الشذا حين هبتي نعم بالصبر قلبي صبى لأحبتي فيا حبذا ذاك الشذا حين هبتي البدر أوصافا وذات سماؤها البدر أوصافا وذات سماؤها فمد إلي همتي حين همتي البدر أوصافا وذات سماؤها البدر أوصافا وذات سماؤها سمت بها إلي همتي حين همتي سمت بها إلي همتي حين همتي يا كعبة الحسن التي لجمالها يا كعبة الحسن التي لجمالها يا كعبة الحسن التي لجمالها قلوب أولو الألباب لبت وحاجتي يا كعبة الحسن التي لجمالها يا كعبة الحسن التي لجمالها قلوب أولو الألباب لبت وحاجتي قلوب أولو يا البدر أوصف وذات سماؤها يا البدر أوصف وذات سماؤها سمت بك إلي همتي حين همتي سمت بك إلي همتي حين همتي يا كعبة الحسن الذي لجمالها كعبة الحسن الليل لجمالها يا كعبة الحسن الليل لجمالها يا كعبة الحسن الليل لجمالها قلوب أولو الألباب لبت وحاجتي أقسم فؤاد أقسم فؤاد وهو بار فما الذي يضركم أن تتبعوكم بجملتي إبداع يا مولانا ربنا يعزك ده أقدر أقول عليه إنشاد فن مديح إيه ذكر اسمه إيه ذكر
ذكر، لانه هو فعلا نقلني انا لحاله تانية خالص، يعني حاله من العشق الروحاني فعلا. انا يعني انا اتكلمت عن الموضوع بس ما حسيتوش قوي زي المره دي. ايه الحاله دي حضرتك؟ هو المتصوفة قدروا من خلال الموسيقى والسماع الموسيقي يحققوا حالة من حالات الوجد، لأنه هو لو احنا حتى حبينا نصنف ده موسيقيا وبنقول موسيقيا أنه في الـ 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 الابتهالات والمديح والإنشاد، في الحقيقة بنحاول أن احنا نوجد نموذج آخر أو قالب آخر من القوالب الموسيقية اللي هو فيها المزج ده، فيها حالة الذكر الخالص. يعني هو مش مقصود مقصود إنك تحققي حالة الذكر، حالة الذكر داخل قالب من القوالب الموسيقية بتبدأ بالإيقاع الإيقاع المصمود الكبير، وبعد كده المقسوم والملفوف. ده مقصود منه لأنه الذاكر نفسه بيبقى الحالة بتاعته، لأنه الإيقاع بيوصف حال الذاكر، لأن احنا بنتكلم عن إيقاع الذاكر، فبنترجم إيقاع الذاكر للإيقاع العادي. إيقاع الذاكر بيبقى لسه على الأرض، ومن حالة الذكر بيبقى بين السماء والأرض، ومن حالات أخرى في الذكر يبدأ يدخل داخل السماء، ودي بتبقى الإيقاع الأسرع، لأن حتى المعرفة لله سبحانه وتعالى بتتم عبر ثلاث مراحل، اللي هو علم اليقين، انا اؤمن بالجنه والنار بس ما شفتهاش، علم يقين. وبعدين في الاخره هشوف الجنه واشوف النار، ربنا ينعم الجميع بالجنه لما يشوفوها بقت عين يقين. بس لما بيتنعموا في نعيم الجنه بقى حق يقين. ولانه الذاكر علشان المريد نفسه لازم يمر عبر ثلاث مراحل، وهي التخلي والتحلي فالتجلي. فلازم نوصف حالة الذاكر من خلال الإيقاعات ومن خلال الموسيقى. ده شيء رائع. بس رغم نسب المولوية لجلال الدين الرومي، إلا أنه وهو مؤسس المولوية في العالم الأساس، لكن أنت يعني ما أنشدتش أي من أشعاره، ليه؟ والله إحنا لأنه إحنا برضو إحنا مولوية مصرية، إحنا ما فيش حرج إن إحنا عاملين له أمسي وأصبح بالهوى أتعذبه لمولانا جلال الدين الرومي، لكن احنا معنيين بالمنطقة العربية ككل، ولأنه صحيح. جلال الدين الرومي في الحقيقة جملة ما كتبه الرسائل والخطب وكتاب المثنوي وفيما فيه وديوان شمس اللي هو الديوان الغزلي، كل الكتابات كانت باللغة الفارسية، فأنا مش معني باللغة الفارسية علشان أغنيها. حتى الشيء يقول لك هو الغزل مش حرام؟ لا، الغزل مش حرام. عشان كده غنيت سعاد؟ عشان كده غنينا سعاد. شفت بقى؟ اوكي. طب ما نسمع سعاد. نقول يا مليحا ومنها ويا سعاد. في الحقيقة هي اختصار للصلاة على رسول الله عليه الصلاة، يعني حتى نتغزل في ليلة وهي اختصار في لا إله إلا الله. صبابة مرام من لم يزق طعم المحبة ما مرس، أنا يا سعاد بحبل ودك واثق لمست ذكرك في الصباح وفي الغلس، يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي، يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي
بوصلك فالمتيم ما اتنس. أنيت 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 قالت كم تئن أجبتها هذا أنين مفارق بالموت حس. قالت وما يشفيك؟ قلت اللقاء. قالت أزيدك بالوصال. فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت فتبسمت عجبا وقال وصلي لم ترى أبدا. فتبسمت عجبا وقالت وصلي لم ترى أبدا. فذاك أمر من أخذ النفس. قرع السعاد بضد ما أقرأ أنا. أقرأ لم نشرح فتقرأ لي عبس. يا مليحا قد تجلى في آن الحياة. سيما لما تحل وحلا في الغرام.
ده الكلام. حالة جميلة وفيها بهجة، وعمر ما الفن ولا الموسيقى ولا الكلمة الحلوة ولا الابتسامة كان حرام. أعتقد إنك تعرضت لده في فترة من الفترات، لما في ناس جت تقولك إن الموسيقى حرام وإن ده غير لائق، ناس كده اللي هي إيه بتحرم كل حاجة حلوة في الدنيا. عارفهم طبعا. طب تيجي نقول عليهم بعد الفاصل. أوكي. بعد الفاصل. الصوفية. نعم، إنها الطريقة المولوية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي، أحد كبار مشايخ التصوف الأوائل، المعروف بشاعر العشق الإلهي. طريقة اشتهرت بالاعتماد على الحب في تفسير الدين والاتصال بالخالق، وتسامحها مع غير المسلمين أيا كان معتقدهم وعرقهم.
واشتهرت أيضا بما يعرف بالرقص الدائري لساعات طويلة، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ ويندمجون في مشاعر روحية سامية ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي، ويستغرقون في وجدان كامل يبعدهم عن العالم المادي ويأخذهم إلى الوجود الإلهي. كما اشتهرت بالنغم الموسيقي عن طريق آلة الناي، وتعتبر أكثر الآلات الموسيقية ارتباطا بعازفه. ويشبه أنينه بحسب أهل المولوية أنين الإنسان للحنين إلى الرجوع إلى أصله السماوي في عالم الأزل. تحولت المولوية من طريقة صوفية إلى طريق للفن والاستمتاع والحب. يحضر جلسات ذكر المولوية كل من يريد من كل الأجناس ومع كل الأديان، ولا يربط بين المجتمعين إلا فكرة الحب. ميس الضيق، مفتاح الحياة. لسه مكملين الأمسية الصوفية الجميلة اللي بتدخلنا في عالم بديع من الروحانيات الراقية. أنا عارفة مولانا أنه أنت أصدرت البيان الفكري للمولوية المصرية. البيان ده بيعتبر أول بيان تأسيسي للمولوية على مستوى العالم، مظبوط؟ لأنه هو كل الحركات الفنية زي السريالية والتكعبية والدادية والمستقبلية كلهم طبعوا أو أصدروا مانيفيستو. المانيفيستو ده بيقول بيبينوا فيه المدرسة أو التوجه الفني اللي أصحابه بينتموا إليه. فالبيان الفكري كان عبارة عن التوجه أو الفلسفة من وراء تأسيس المولوية المصرية. بيبدأ بأن احنا عايزين نعمل جدلية مع المولوية في العالم، والجدلية مش عشان نثبت شيء غلط أو صح، ولكن احنا من حقنا أن احنا بدل ما نكتر على التراث الإنساني بتاعنا أو التراث المصري بتاعنا أن احنا نضيف لهذا التراث تراث آخر. مش هيحسوا الناس اللي موجودين دلوقتي واللي عايشين وإحنا، بس قد يأتي بعد 50 سنة 100 سنة الناس غيرنا، ولادنا وأحفادنا، ييجوا يقولوا أنه أجدادنا سابولنا تراث، ويتناقشوا في هذا التراث ويثبتوا صحته من عدمه أو يقيسوا كفاءته هو تراث حقيقي أو لا. كان البيان عبارة عن التأسيس الفرقة، سبب تأسيس الفرقة، والقصد من استخدام الموسيقى كنوع من التأمل، وبنرد شوية للحضارة الفرعونية، لأن احنا الفنان ابن بيئته واحنا مصريين واحنا أبناء حضارتين، الحضارة الفرعونية والحضارة الإسلامية. ولما نيجي بناء على الحضارتين اللي جوانا لما نصدر شيء من جوانا للجمهور لازم يكون مختلف، لأن احنا بنرتكز على حضارتين من أكبر الحضارات الإنسانية في على مر التاريخ. الحضارة الفرعونية سواء العالم قبل ده أو ما قبلش، غصب عن عين العالم الحضارة الفرعونية قائمة، والحضارة الفرعونية لها جذورها، والحضارة الفرعونية زيها زي حضارات كتيرة كانت موجودة بل أسبق من الحضارات الأخرى. فكرة الدوران وفكرة استخدام الجسد كشكل كوريغرافي أو شكل تحريك الجسد على الأرض، الحركات دي المقصود منها إيه؟ قد يكون المولوية في إنشاء كانوا بيرقصوا بشكل تلقائي أو عفوي، لكن إحنا بنعلم ولادنا إن إحنا نقول لهم الحركات دي معناها إيه؟ يعني من ضمن الحركات إنه الراقص بيسيب إيده وكفيه متوجهين للأرض، لأنه في الحالة دي هو بيتشبه بالطائر. الطائر ده ليه ثقل وبيخترق قانون الجاذبية الأرضية. يعني النسر ده قد يكون مثلا حجمه 30 كيلو. التلاتين كيلو ده في فترات هو بيفرد جناحه في الهواء علشان هو بيسبح لله وبيقول له الله سبحانه وتعالى وأنا رفعتك.
وانا رافعك في السماء، لان ده نوع من التسبيح. بنقول له انت ما تلفش، لكن سلم زي الطائر، سيب نفسك خالص، سيب نفسك لله، وخل الله سبحانه وتعالى هو اللي يدورك إزابة وحب في الله سبحانه وتعالى. طبعا الحركات كلها ليها فلسفة، واستخدام بعض الآلات الموسيقية، كل الآلات الموسيقية احنا نستبيح جميع الآلات الموسيقية في حالات الذكر، لأن الموسيقى في منشأها صوفي. يعني الموسيقى أو الأشكال، يعني لو رجعنا للفكر الإنساني، جميع الأشكال الطقوسية أيام الإغريق وما قبل الإغريق، حتى الجماعات البدائية في أفريقيا والمتناثرة في شتى أرجاء الأرض كانوا بيستخدموا الموسيقى، حتى بيستخدموا الموسيقى كشكل من أشكال التأمل والعبادة. يعني ما قبل حتى الأشكال دي، هو العود اتعمل ليه؟ العود ده هم قالوا إنه الكتل اللي موجودة في الكون، اللي هي الكواكب والنجوم، وهي بتسبح وهي بتسير وهي ماشية في الكون، لأن هي بتلف في مجرة حوالين الشمس، بس ومع ذلك والشمس تجري لمستقر لها، الشمس نفسها بتجري في الكون الفسيح، وأثبتوا أنها بتمشي زي الويفة، زي ويفة الصوت لفوق ولتحت، بس في بتجري للمستقر بتاعها تحت عرش الرحمن إلى أن تقوم الساعة والشمس والقمر يسجدان. طب في المسيرة دي كلها الكتل دي بتعمل اهتزازات وطنين في الكون. قالوا طيب احنا نشد الأوتار، شدوا الأوتار وقالوا أن القمر في بيت العطارد وزحل في بيت المشترى، شافوا المساكن ومنازل المنازل اللي سكناها النجوم والكواكب، وبدأوا يعفقوا ولقوا ان في نغمة طلعت، قالوا النغمة دي بتاعت الآن اللي بيصدرها الكون. فبدأ مع تغيير الأماكن، بدأوا يغيروا الأماكن الإيد على الـ على الـ على الـ على الأوتار، فبدأ يصدر نغمات تانية، اتكون متتاليات سيكونس دي نفسها، فقدروا يقولوا انه في نغمة اليوم، في النهاردة في نغمة لليوم. ويقال عن المنشدين القدماء بتوعنا أو المقرئين القدماء بتوعنا المصريين، كانوا يسألوا النهاردة إيه، يقولوا الخميس، يبقى يقولوا طيب خلاص هنقرأ من مقام البياتي. حتى إنه لكل يوم مقام موسيقي كانوا بيقدموا. النهاردة الثلاثة هنقرأ من مقام إيه؟ نقول مقام الكرد. طيب. ثم صمت ثم خرس وعلم ثم وجد ثم رمس وطين ثم نار ثم نور وحزن قفر ثم يبس ونهر ثم بحر ثم يبس وقرب ثم وفر ثم أنس وقبض
ثم بسط ثم مح وجمع ثم فرق ثم طمس وأخذ ثم رد ثم جذب ووصف ثم كشف ثم لبس عبارات لأقوام تساوت لديهم الدنيا وأصوات وراء الباب لكن عبارات الورى في القرب همس وآخر ما يقول إليه عبد إذا بلغ المنى حظ ونفس لأن الخلق قدام الأمان لأن الخلق قدام الأمان وحق الحق في التحقيق قدس تضيق بين الدول إذا غبتم تذاب بالأشواق أرواق عنان تضيق بين الدنيا إذا غبت معنا وتذاب من أشواق أرواحنا منا فبعدكم موت وقربكم حياة فبعدكم موت وقربكم حياة وإن غبتم عنا ولو نفسا متنا ولو
بشرى لقائنا، وإن جاءنا عنكم بشرى لقائنا، ونحيا بذكركم إسلام نراكم، ونحيا بذكركم إسلام نراكم. ألا إن تذكر الأحبة ينعشنا، يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، ولولاكم في الحشا ما تحركنا، ولولاكم في الحشا ما تحركنا. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، ولولاكم في الحشا ما تحركنا، ولولاكم في الحاجة ما تحركنا. فقل للذي ينهى عن الحب أهله، فقل للذي ينهى عن الحب أهله، إذ لم تزق معنا شراب الهوى دعانا. وتذعب بالأشواق أرواحنا منا، وتذعب بالأشواق أرواحنا منا. تضيقوا بين الدول إذا جبتم عنا، تضيقوا بين الدول إذا جبتم عنا. وتذعب بالأشواق أرواحنا منا، وتذعب بالأشواق أرواحنا منا. فبعدكم موت وقربكم حياة، وبعدكم موت وقربكم حياة. وإن غبتم عنا ولو نفسا متنا. قربكم حياة، وزي ما سمعتوا الأغنية واللحن والكلمة والإحساس والحالة فعلا حياة. خلينا نطلع لفاصل ونرجع تاني على الحياة نكمل كلام. لسه مكملين الأمسية المبهجة الرقية الجميلة مع مولانا عامر التوني. وأنا عايزة أسألك، في سر في رحلتك في البحث عن أول الصوفية في العالم، أول المتصوفين في العالم، والمفاجأة اللي وجدتها؟ والله هو إنه إحنا نلاقي إنه أول متصوف على الأرض مصري، طلع مصري، اللي هو تحوت. تحوت لان حتى ال 31 متن اللي كاتبهم كلهم عن التصوف، عن النزعه الصوفيه. يعني هو المصادر الاولى لفكره التامل والميديتيشن الروحي حتى عند دول شرق اسيا، مبني على تعطيل الحواس من اجل الادراك. الله سبحانه وتعالى خلق لنا الحواس من اجل الادراك، ان احنا ندرك بيها ما حولنا. هو قال تعطلت حواسي، ده هو عطل الحواس عشان يدرك.
لكن المدرك اللي عايز يدركه مختلف. الحواس اللي هم الخمسة ولا الستة في الحالة دي؟ الحواس الخمسة الستة أيا كانت، هو عايز يدرك. احنا في أصل الإدراك نحن ندرك ما أصل فينا، فندرك الأشياء لأن مكوناتنا الجسدية احنا اللي بندرك الأشياء لأنها أصل في تكويننا. يعني المواد الحديد والفوسفات والمنجنيز كله ده من مكونات الجسد، فبندرك ما أصل فينا. لكن الله سبحانه وتعالى لأنه الله نور لا يدرك بالحواس، لأنه هو خلق القلب لإدراكه، لأنه لا يدرك إلا بالقلب اللي قال عليه سيدنا النبي استفتي قلبك ولو أفتوك، وكأنما القلب له عقل يفكر. يعني حتى استفتي قلبك ولو أفتوك في المسائل القياسية والاجتهادية، وأنه يجتهد وفي الآخر نرد ده، لأنه أصل الإيمان القلب. لأنه الشرائع تتفق مع العقول، لكن أحيانا العقل يبقى غير قادر على فهم شريعة ما، أو حساباته تكون مادية بحتة. عشان كده إدراك القلب هنا بيبقى هو المرجع، إدراك روحي. لأنه الروح عارفة، لأن إحنا اجتمعنا كلنا عند ربنا سبحانه وتعالى لما قال ألست بربكم، فالروح عارفة أن الله موجود وأن الله خالق، عارفة. لكن الروح في حالة كبت في الجسد. علشان كده، لأن الإنسان مكون من جزئين، من المادة اللي هو الطين ومن الروح، لازم زي ما يبقى فيه غذاء للمادة الأكل والشرب ومتطلباتها، لازم فيه غذاء للروح وهو الذكر والورد والتأمل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، هو هنا اتكلم عن القلوب. إذن هي القلوب هي اللي بتدرك حالة الاطمئنان من عدمه. صحيح، مظبوط، صحيح. زي ما فيه في جسمنا من مكونات المواد اللي موجودة حوالينا، من ضمن المكونات الأساسية نور، اللي بيختلف من إنسان لآخر. عشان كده بنقول سماهم على وجوههم. يعني صحيح، في ناس تلاقي وشها منور مريح، وفي ناس تانية يعني والعياذ بالله. هو طبعا القلب حتى ربنا سبحانه برانا على قلوبهم. هي المشكلة إنه إحنا لما بننتبه لمتطلبات الجسد القلب بيتراكم عليه أشياء فبيتقفل. على قلوبهم غلف، أو قلوب عليها أقفالها. بالظبط، يعني أو ختمنا على قلوبهم خلاص، فهم فهو القلب يتفتح أو يتقفل. يتفتح يبقى في حالة رضا وطمأنينة، حتى مقام الرضا من المقامات، إن مقام الرضا ومقام التسليم، إنك تسلمي كلية لله سبحانه وتعالى. علشان كده حتى كان في سؤال قبل الفاصل اللي هو الجماعة ياهم الفترات اللي فاتت التعامل كان التعامل ازاي مع الانماط او الاشكال السياسية اللي اختلفت على مصر في الفترات اللي فاتت. هي في الحقيقة كل ميسر لما خلق له. احنا لما بيبقى في منع عن حفلة من الحفلات بنعرف انها مش بتاعتنا. لما يبقى في حفله وقفت او سفر او ايا كانت ايا كان مش بتاعنا، يبقى الخير انه ما يتعملش. مصر كانت متوتره في فتره من الفترات، وده حتى على المستوى الروحي، المستوى الروحي نفسه، لانه مصر كانت في حاله توتر عظيم. صحيح. ما انا واحد من الكل، وانا متوتر مع المتوترين. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. الحمد لله، الحمد لله، الحمد ونعم بالله. انا عايز اسال سؤال قبل ما نسمع الرضا. في ابن عربي والرومي والحلاج، ايهم تاثرت بيه اكتر؟ هم كلهم ساده. يعني احنا انا بالنسبه لي دول الساده. والسهرة وردي وابو مدين الغوث وربع العدويه، كل المتصوفه الاوائل. وابن الفرد، ابن الفرد من اللي هو من فرط العشق كان قاعد في المقطم بينساب شعر، بيقول شعر. حتى انه ما كتبش، هو لانه هو ده لسان حاله. هو بيحب، هو مش شاعر بيكتب شعر ولا في جمله تايهه بيدور عليها، هو بينساب بالشعر. ده اللي حفظ عنه الشعر اللي وصل لنا ابن اخوه. يعني في جزء كمان مفقود لابن الفرد. فدول كانوا محبين. يعني لما نتتبع سيرة ابن عربي أو السهروردي أو الحلاج،
بالرغم انه اختلافاتهم الاختلافات المشرب بتاعتهم، لكن هو في الحقيقة اللغة الوصفة عند ابن عربي مختلفة عن اللغة الوصفة عند الحلاج، لأن الحلاج كان في حالة المشهدية أو حالة الكشوفات أو الكشف النوراني، اللغة عنده لم تسعفه في نقل المشهد، لكن ابن عربي كانت اللغة عنده أكبر وأعمق. فعلشان كده ساب لنا ميراث صوفي كم كبير من 200 أو 300 كتاب تركهم ابن عربي، لكن الحلاج حتى الكتب اللي تركها عليها خلاف كبير زي كتاب الطواسين وخلافه، وانه كتاب مشفر وكتاب مرمز وكتاب، لان هم كانت ليهم اسرار في الطريق. احنا قد يستغلف علينا بعض الامر وان ما نفهمش. انت بتتبع اي طريقه؟ الطريق، احنا تابعين الطريق. طريق مش الطريقه. لان هو في الحقيقه الطريق هو طريق، وباب هذا الطريق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والكل يعني الكل طبعا، حتى المتصوفة، حتى الطرق الصوفية اللي موجودة الآن، احنا يعني مش مسألة ان احنا نحترمهم، لا، احنا نحترمهم وبنزورهم ونزور أولادهم ونزور مريدينهم طبعا، ولما يبقى في سرادقات ليهم في, 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 في الموالد، برغم انه في جزء من الموالد احنا زي كتير بيعترض على الخروقات اللي موجودة، لكن الخدمات اللي موجودة بتبقى في عند سيدنا الحسين أو ستنا سيدة نفيسة أو سيدة زينب، بنزور الطرق الصوفية كلها، الطريقة الخليلية، النقشبندية، الشاذلية، كلهم سادة وكلهم في الحقيقة حتى لو أخطأ، لأنه الجميل في المسألة أنه يحاول الوصول، حتى لو أخطأ هو بيدور، هو باحث، هو سالك. فالسالك عن الله هو سالك عن ربنا، بيسلك الطريق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو أخطأ ربنا سبحانه وتعالى عنده المغفرة، لأنه هو سبحانه وتعالى غفور. أنا عايزة سؤال قبل ما نبدأ نغني، هو أكيد بيدور في أذهان ناس كتير، الراقصين وهم بيدوروا ممكن يدوروا لساعات، إحنا وإحنا صغيرين كنا بنعمل الحركة دي، وأول ما لفتين ثلاثة هوب نقوم واقعين. هو في الدوران هو طبعا ميكانيزم وآلية معينة، انه بعد فترة يعني لو اللي بيدور دقيقة بيدوخ بعد دقيقة، بس لو دار بعدها هيدوخ بعد دقيقتين، وهكذا بيضاعف الفترات، يضاعف الفترات يعني بالتدريب بيكسر الدوخة، لانه مركز الاتزان في المخ، ممكن الانسان لو لف فترة طويلة مرة واحدة هيفقد توازنه فيقع صحيح. على الارض، لكن هو التمرين انه بيبقى بيعرف الميكانيزم في الاول، بعد كده بيسيب نفسه تماما. نسمع زدني من فرط الحب ولا الرضا؟ زدني بفرط الحب فيك تحيرا. طيب الى محياك وندخل ناو عندي الدور. زدني بفرط الحب في تحيرا، وارحم حشان بنظاوك، وارحم حشان تصغر، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمع قلب أنت
أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر أن تضيق وتضجر. إن الغرام أغوى الحياة فمت به صبا. إن الغرام والحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذر. كل الذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى. عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. فأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا. فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مغبرا. إلى محياك نور البدر يعتذر وفي محبتك العشاق قد عذروا. إلى محياك نور البدر يعتذر وفي محبتك العشاق قد عذروا. وجنة الحزن في خديك ونار حبك لا تبكي ولا تزار. من يغز دلالا مستقامتي الغصن واذ فأين الظل والثمر. يا من يغز دلالا مستقامتي يا من يغز دلالا مستقامتي الغصن واذ فأين الظل والثمر. أحسب أن الحزن ممتنع وأن وعدك برق أبي مطر.
خاطرت فيك بجال النفس أبذلها، خاطرت فيك بجال النفس أبذلها، إن النفيس علي يزول الخطر، خاطرت فيك بجال النفس أبذلها، خاطرت فيك بجال النفس أبذلها، إن النفيس علي يزول الخطر. لما رأيت سواد الشعر منك بدا، خضت الظلام ولكن قرني القمر. يا من يهز دلالا غصن قومتي، الغصن هذا بين الظل والثمر. ما كنت أحسب أن الحزن ممتنع وأن وعدك برق ما به إبداع. أنا بقى عايزة قبل ما أختم أعرف الكام يوم اللي جايين، إيه مشروعاتك، إيه أفكارك، مسافر فين، رايح فين، جاي منين، في دقيقة. إحنا إن شاء الله بعد العيد مباشرة مسافرين مهرجان، مهرجان السماع، المهرجان الدولي للسماع الصوفي في ولاية عنابة بالجزائر، وبعدها راجعين عندنا حفلة في القاهرة هنا يوم 8 أكتوبر، وبعدها مسافرين من للهند بدعوة من رئيس وزراء الهند لافتتاح القمة الهندية الأفريقية اللي يحضرها الرؤساء الأفارقة مع الرئيس الهندي، وده هيبقى بالتعاون من خلال العلاقات الثقافية الخارجية وزارة الثقافة المصرية كنوع من التبادل الثقافي ما بين الهند ومصر، ويا رب نكون عند حسن ظن أهلنا وبلدنا ونشرفهم ونعلي اسم مصر كمان وكمان في كل دولة بنسافرها إن شاء الله. إن شاء الله بتمنى لك التوفيق. مولانا عامر التوني كان منورنا النهاردة، وإن شاء الله هيبقى في حلقات جاية كتير هنكمل فيها، لأنه هو أنا لما سألته هو لسه فاضل أغاني قال لي أنا ممكن أقعد أغني العمر كله، فاحنا العمر كله هنقعد نغني معاكم وننبسط ونبتهج ونسمو بروحنا لنصل الى حاله من العشق الالهي. اشكرك جدا جدا مولانا عامر التوني، واشكر الفرقه، ومره تانية بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يا رب عيد سعيد عليكم وعلى المصريين دايما وعلى مصر الحلوه. شكرا ليك، واشوفكم ان شاء الله بعد العيد. الى اللقاء، كل سنه وانتم طيبين.